اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي. كل بلد من الدول العربيه الدول الغربيه عندهم اشهر الاكلات، في اكلات مميزه لما بنسافر وبنروح سياحه او شغل ايا كان بنستمتع بالاكله دي، زي اللي بيجي عندنا مصر ملوخيه بالارانب، الكشري بتاعنا، الفول بتاعنا، حاجات لطيفه وجميله. السليج من اشهر الاكلات العربيه، مشهور في كل الدول العربيه. وايه معنى السليج وايه هو السليج؟ السليج يا اما يتعمل باللحم الضاني او بالدجاج. معانا السليج بالدجاج النهارده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. الاساسي بتاعه رز مصري، رز مصري وفراخ وتوابل عربيه. السليج يتعمل برز بسمتي؟ لا، ما ينفعش. معانا كمان اكله مشهوره وحلو مشهور في المطبخ السعودي او العربي اسمها المراسيع. المراسيع تتعمل بالتمر او بالموز ايا كان منهما، ممكن نجمع ما بين التمر والموز فيهم، ولكن المراسيع لازم تتعمل بالدقيق الاسمر او الدقيق البر. معانا مقادره، معانا موز ودقيق اسمر وتمر او عجوه بتاعتنا من سينا والواحات الجميله. معانا كمان النهارده الايس كريم مانجا، هنعمله بالكنافه. كنافه بالمانجا وعرفناها، اما ايس كريم يتعمل مع الكنافه ده الجديد. معانا كنافه متحمره من رمضان، ومعانا الايس كريم مانجا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن نضيف لها العسل، تبقى قيمه غذائيه عاليه جدا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه وفي افكار جديده، والمطبخ النهارده له مذاق خاص جدا بتوابله بمكوناته. تعالوا مع بعض نعمل الكنافه تاني بالايس كريم مانجا. المقادير على الشاشه بسرعه، دي جاهزه وخالصه معايا. الايس كريم جاهز والمانجا معايا والكنافه معايا. نعمل لنا 5-6 كاسات، لو مخرجنا احنا خلصنا ممكن يقفل علينا واحنا شغالين مع بعض عادي زي الفل. هنشتغل ويقفلوا علينا عادي عشان احنا بكره اجازه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكنافه مع الايس كريم. معانا كنافه، معانا مانجا مخليه ومتقطعه، معانا كريم شانتيه اللي هو الايس كريم فانيليا عاملينه ومجهزينه، ومعانا شربات ويجعل ايامنا كلها شربات. حلو الكلام. يتعمل ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض حالا؟ اهو معلقه معانا زي الفل، والمعلقه دي ما يكونش عدى عليها بصل ولا توم. نجيب الكاسات الحلوه نحط فيها الكنافه. الله، دي كنافه متحمره في سمنه بلدي. وناخد المانجا الحلوه دي كده. يا ويلي يا ويلي اهو. وناخد مانجا برضو هنا نحط هنا. شفت المانجا ولون المانجا؟ تتكلم مصر، قمع من السكر اهو. انزل بالمانجا، انزل بالتفاصيل. معانا ايس كريم فانيليا. الله، زي الفل تمام. تسيبونا اعيش مع الايس كريم والمانجا لان كلبه الصغير لا يتحمل. بجد انا هخلص الحلقه دي واقوم بكاسه من دول. معانا النهارده السليج من المطبخ السعودي بتفاصيله بتركاته بالحب للمطبخ السعودي والشعب السعودي. معانا المراسيع، معانا المراسيع الحلوه كمان عملناها بالموز والتمر او العجوه بتاعتنا بتاعت سينا والواحات، عملناه بالعسل الجميل بزهره البرسيم بتاعنا من خير ارضنا، وشغال في الايس كريم بالمانجا برضه بتتكلم مصري. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.